أنس بن الزبر فرأيت رجلا من المهاجرين يتشحط بدمه فاقتربت منه وإذا يتمتم بشفتيه وهو يقول أيها الناس حافظوا على نبيكم حافظوا على رسولكم وقاتلوا على ما قتل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا من الناس الذين تبعوا المصطفى صلى الله عليه وآله حق الاتباع وصدقوا في هذا الأمر، وأما غيرهم فإنهم يطلبون الأمان من أبي سفيان. هذه مخالفة من المخالفات التي حصلت والرسول صلى الله عليه وآله موجود بينكم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم. وهذه من الانقلابات التي حصلت، خالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله في كثير من الأمور. ومن تلك الأمور التي خالفوا فيها أمير رسول الله صلى الله عليه وآله هي بيعة الغدير. ما من أحد يريد أن يسافر أو غيره إلا ويجعل من ينوب عنه، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله يقولون له يعني يا رسول الله ليس لك حق أن تجعل من يهدي من بعدك، قال لهم بأمر من الله سبحانه وتعالى. ويوم إجه جبرائيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله مرارا ثم قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الله يحفظك يا رسول الله، ولا تخف من هؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله أكثر من مرة ينزل عليه جبرائيل ويقول له بهذا الأمر فيقول يا جبرائيل إن قومي حديث عهد بجاهلية، ترى هذين لا زالوا أنهم يريدون أن يعودوا لعبادتهم الأولى، لا زالوا يعني مشفقين على عبادتهم الأولى وهي عبادة الأصنام. قال يا رسول الله إن الله يعصمك من الناس، يعني موجود إليك حفظ يا رسول الله. فأعلن في الأمة فوقف الناس وقام فيهم خطيبا وبين لهم ما أحل الله وما حرم الله سبحانه وتعالى، ثم قال وما كنت أن أحصي كل الحلال والحرام في هذا المشهد، ولكن أخبركم بأن الله سبحانه وتعالى أمرني بأن أنصب خليفتي من بعدي في هذا الموضع علي بن أبي طالب، ألا فمن كنت مولاه فعلي مولاه. ثم أمر المهاجرين والأنصار كلا على طبقاتهم أن يسلموا على علي بإمرة المؤمنين. خلنا نشوف احنا ونتحدث عن أمر أمير المؤمنين وعن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. يعرف النبي الأكرم من قبل مبعثه بالصادق الأمين، يعني إذا يطلع خبر من رسول الله صلى الله عليه وآله فهو صدق وبلا تردد، وأيضا أنه صاحب الأمانة رسول الله. من أراد أن يأتمن شيئا أو يؤمن شيئا عند أحد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ولما أمرهم يلا قوموا سلموا على أمير المؤمنين، وثلاثة وعشرين سنة والنبي صلى الله عليه وآله بين ظهرانيهم يوقفون إليه الذين هم يعدون من الصف الأول من الصحابة، ها ويقولون له يا رسول الله هذا منك أو من الله؟ هذا من الله سبحانه وتعالى الذي أمر، أو أنت لأنه ابن عمك وزوج ابنتك يا رسول الله؟ لكن وإنك لعلى خلق عظيم. رسول الله صلى الله عليه وآله صاحب الخلق السامي، هذا الذي جعله الله أسوة لهذه الأمة في خلقه وفي كل صفاته. وإنك لعلى خلق عظيم، صدر رحب يستقبل هؤلاء الناس
الذين أقرحوا قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، إنه أمر من الله، فيقوموا يسلمون على علي ويقولون بخ بخ لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. يقول واحد من أصحاب رسول الله: خرجت من المدينة قبل وفاة رسول الله وعدت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا بأبي بكر على منبر المصطفى ووزيره دونه بمرقات، قلت: أين علي بن أبي طالب؟ قال: لقد اختار الناس الأنسب من الأمة. عجيب، ألم تصافحوا أمير المؤمنين يوم الغدير وتبخبخون لعلي عليه السلام بحضرة المسلمين؟ شلون اليوم انتم على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وكذلك أيضا ترسلون إلى علي ويؤخذ غصبا حتى يسلم عليكم ويبايعكم ويصافحكم أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ قالوا: لقد غبت عن المدينة وغابت عنك أشياء، يعني حدثت أشياء وأنت ما موجود، فما يحتاج الآن أنت تناقشنا في موضوع من هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذه من المخالفة. وإذا بهم ماذا؟ يتحرجون الذباب على رسول الله صلى الله عليه وآله، على ناقته، ليش؟ حتى تفر الناقة برسول الله، أو يجري عليه ما يجري، يموت أو يتأثر أو غيره. أو إذا بالنبي صلى الله عليه وآله لما أحست الناقة بالدباب المدحرجة قال: اسكني يا مباركة. فقالت: والله ما رفعت رجلا عن الأرض وأنت على ظهري يا رسول الله. أنطقه الله سبحانه وتعالى ليطمئن المصطفى صلى الله عليه وآله. هذه الأمة التي كانت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وخالفوه. يقول واحد لعله أبو ذر، يقول: يا رسول الله، من هؤلاء الذين دحرجوا الذباب؟ قال النبي صلى الله عليه وآله: لو شئت أن أسميهم بأسمائهم لسميت، وأن أومي بأعيانهم لأوميت، ولكني في أمورهم قد تكرمت. قالوا: يا رسول الله، احنا نريد نشوف هذين اللي صدورهم مملوءة من النفاق أو الرياء في أعمالهم. فرفع النبي يده إلى السماء وبرقت برقة فأضاءت الليل جعلته كالنهار. يقول هذا الراوي: فرأينا فلان وفلان وفلان، وإذا بهم 30 رجل هم الذين أبرموا عقدا بمخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله في أمر علي بن أبي طالب عليه السلام. ولهذا نقول: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. كلمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ولكن أي أذية هذه؟ يشير السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه، يقول بأن كلمة النبي صلى الله عليه وآله: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت، يعني بمعنى المخالفات التي تقوم بها الأمة هي تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله. الانحراف الموجود اليوم في حياتنا هو يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله. كل هذه الجرائم التي ترتكب على وجه الأرض تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن الأذى الذي حل على المصطفى من أمته ومن أصحابه الذين كانوا يحيطون برسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، وفي كثير من المواقف، ومنها يأمر النبي صلى الله عليه وآله. أنا إذا ذكرت النبي ما أشوف أشافي تتحرك. البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني عند ذكر
ذكر النبي صلى الله عليه وآله، مو لازم ترفع صوتك، بس خلني أشوف شفتاتك تتحرك على الأكل. نعم، فكانت هناك مخالفات كثيرة، ومنها رزية يوم الخميس، يعني رجع النبي صلى الله عليه وآله من حجة الوداع وكان منهوكا، وتعلل رسول الله صلى الله عليه وآله فكان على فراشه، وقد زادت علة المصطفى صلى الله عليه وآله، وكان يوصي بوصاياه لمن يريد أن يوصي. في يوم من الأيام وقبل رحيله بثلاثة أيام ينادي على أسامة بن زيد، كان أبوك قائدا وكان شجاعا وكان ممن يعتمد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، أريدك أن تأخذ ما كان عليه أبوك زيد وتكون أميرا على هذا الجيش. ثم التفت إلى أصحابه وقال: نفذوا جيش أسامة، يعني تطلعون مع أسامة، البعض موصل 70 والبعض موصل 60 من عمره، شلون يكون واحد عمره 18 سنة أمير على الجيش وهؤلاء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ طبعا أكو بعض الصحابة ما أسلموا إلا عمرهم فوق 40، وبعضهم فوق 50 أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا النفاق عشعش في صدورهم، أكو من الصحابة بهذه الصورة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يمتحنهم ويبتليهم ويقول لهم: نفذوا جيش أسامة. هذين طلعوا من أوصاهم النبي صلى الله عليه وآله، ومن بينهم جل الصحابة والمقدمين منهم. وفي ليلة من الليالي، طبعا أكو وصية من أبي بكر وعمر، أوصوا بناتهم، كل واحد وصى بنته: إذا ثقل حال رسول الله فأخبرينا، فإنا خارج المدينة على الحدود، ترى ما احنا رايحين احنا ويا أسامة بن زيد، وما رايحين نسمع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، وإذا يدخلون تلك الليلة أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم، ويدخلون من الصبح على رسول الله، طبعا ليلة نزل الوحي جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا رسول الله، طرق المدينة شر عظيم. يقول: شلون يعني احنا نطلع من المدينة وراس رسول الله في حجر علي بن ابي طالب؟ يعني رايح يسلمه الامر وتبايعه الناس، وضيع ما ادرمنا سابقا. هاي الكتاب اللي دفنوه في جوف الكعبة، يعني رايح يضيع، لان الناس بايعت امير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. واذا من الصبح دخلون، قال لهم النبي: ألم أقل لكم نفذوا جيش أسامة؟ قال أحدهم: يا رسول الله، إن نفسي لا تطاوعني، ورجلاي ما تحملني وأنا أنظر إلى حالك. قال الثاني: يا رسول الله، إني أستحي أن أسأل الركبان، وقد خرجت من المدينة وقد ثقل حالك يا رسول الله، أنا جاي أطمئن عليك يا رسول الله. قال: نفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. ولكن اللعنة جارية. ومن المخالفات أيضا لرسول الله صلى الله عليه وآله، أراد أن يوصي بهذه الأمة خيرا، أراد أن يأخذ الأمة على المحجة البيضاء، على طريق الحق، طريق الهداية، حبل الله المتين: آتوني بدوات وكتف، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. ولذلك ابن عباس يقول: رزية يوم الخميس، وما أعظمها من رزية. يقول بعض الكتاب: يتأوهون
يا قولة يأجر، ماذا فعلت هذه الكلمة في الأمة من يوم رسول الله إلى يومنا هذه؟ تقرح القلوب هذه الكلمة، كلمة يهجر الذي قالوها بحضرة رسول الله: آتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. أراد البعض يتحرك قال لهم لا اجلسوا إن النبي ليهجر. يا الله، هذا الذي لا ينطق عن الهوى. ولذلك يقول ابن عباس: كان في كل محفل يذكر عن برزية يوم الخميس. وهذه الكلمة التي أشعلت النار في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، يشلون لها من أثر. فتحرك البعض يريد إحضار طلب الرسول صلى الله عليه وآله، فقال الرجل: إنه ليهجر. يعني خرف رسول الله، ما يدري ويش يقول، أواعي ما يكتب، ماذا تريد يا رسول الله؟ فقالوا: أنحضر ما طلبت يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، قوموا اخرجوا عني، ما أريد أحد منكم أن يجلس عند رسول الله صلى الله عليه وآله. وطرده النبي صلى الله عليه وآله وقد ثقل حاله من يوم إلى يوم، وتزيد علة المصطفى صلى الله عليه وآله. خرج الناس ومن بينهم أمير المؤمنين، دخلوا نساء رسول الله، فتح النبي عيناه، قال: ادع لي أخي وحبيبي وخليفتي من بعدي. قامت عائشة دعت أباها أبا بكر، دخل على رسول الله، أعرض النبي بوجهه عنه، جلس قليلا، قال: لو أرادني النبي لكلمني، ثم خرج، قال: ادع لي أخي وخليفتي ووصيي وحبيبي. فدعت الثانية أباها وفعل كما فعل الأول. قالت أم سلمة: لا أريد أن لا أظن أنه يريد أحدا غير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. دخل علي فتح له باعه، ذمه إلى صدره، أودعه خاتمه وسلاحه وثيابه، وأخذ يسره طويلا. التفت الناس إلى علي: ماذا قال لك رسول الله يا علي؟ قال: علمني 1000 باب من العلم، فتح لي من كل باب 1000 باب، وفي رواية 1000 1000 باب، وقد عرق جبين المصطفى. التفت إلى علي قال: أين ولداي الحسن والحسين؟ دخل الحسين، ضمهم النبي إلى صدره، أخذ يشمهما ويقبلهما. لما نظر أمير المؤمنين إلى حال رسول الله رأفة بالمصطفى، أراد أن يرفع الحسنين، قال له: يا علي، دعهما على صدري يقبلاني ويقبلهما، يتزودان مني وأتزود منهما، يشماني وأشمهما. ثم نادى: أين بضعتي؟ أين ابنتي فاطمة؟ دخلت فاطمة على أبيها ونظرت إلى رجل يرشح عرقا الغمام بوجهه. ثمان اليتامى عصمة للأرامل، فتح النبي عين ابني فاطمة: هذا قول عمك يا أبو طالب، لكن قولي: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فرمت بنفسها على أبيها تناجي ويناجيها
الله صلى الله عليه وآله ونعالها نفسه. ثم قال: يا فاطمة أنت أول اللحوق بي من آل بيتي. جعلت رأسها بين ركبتيها باكية. رحم الله من نادى ونبيا وسيدا ومصيبته. فتح النبي عين بني بطني الباجية بقلبي حزينة. شوف ليل نهار غير هموم.
فراشه قد ناله ألم الأذى والله